بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدهور آمين. تعيد الكنيسة في هذا اليوم بختام الأعياد السيدية الكبرى. يبقى كده المسيح جه من السماء واتولد من العذراء وعاش معانا على الأرض واتصلب وقام من الأموات وصعد إلى السماوات. كل ده المسيح مش محتاج له، يعني المسيح هو الله، لا هو محتاج للتجسد ولا محتاج للصليب ولا محتاج إنه يقوم، ما هو الحياة. لكن كل هذه الأمور كانت من أجلنا نحن، لأجل البشرية اللي هو حملها في نفسه. وبعدين المسيح جه في الآخر كده وقعد يكلم تلاميذه ويقول لهم إن أنا همشي، أنا همشي وهسيبكم. فملأ الحزن قلوبهم، إزاي وإحنا نعيش من غيرك إزاي؟ وخاصة إن هم كانوا عايشين في حمى المسيح، ماشيين معاه، ياكلوا ويشربوا معاه، يعمل معجزات وهم ينبسطوا ويفتخروا، فكانوا محميين في المسيح. فقال له ازاي هتتركنا يتامى؟ قال لهم لا، انتوا زعلانين ان انا همشي، ده انا لو مشيت معنى ذلك ان انا هبقى معاكم على طول، ده خير لكم أن أنطلق. ليه؟ عشان هبعت لكم روحي القدوس، فأنا هسيبكم لكن هبعت لكم روحي، وأنا وروحي حاجة واحدة. لكن لما كان المسيح على الأرض كان بجسده أو اللي هو واخده من العذراء، كان جسد يعني موجود في البلد دي مش موجود في البلد دي. لكن لما المسيح قام الأموات وصعد للسماء وأرسل الروح القدس، الروح القدس يملأ كل المؤمنين، بل الروح القدس مرسل للعالم كله، بس من يؤمن؟ فروح القدس هو روح الله، ودي أعظم عطية بياخدها الإنسان المسيحي، إن أنت أو أنا يكون روح ربنا ساكن فينا. شوف المسيحي ده إنسان بقى إنسان مش عادي، صدقوني مش عادي، بس المهم يعيش مسيحيته صح ويعيش على حسب الروح الساكن فيه. تلاقي الإنسان المسيحي ده لما يعيش ده الروح القدس ربنا بعته لنا عشان هو اللي يقود حياتنا، ده القائد. لما يكون في قائد ماشي كده هيقودنا، قال لنا تعالوا اوصلكم للطريق المظبوط نمشي وراه. لكن لو احنا جينا ما مشيناش ورا القائد وسبناه يمشي واحنا وحودنا الناحيه الثانيه، هنتوه وهنضل ومش هنوصل. لابد ان انا اكون عايش مطيع لروح الله اللي جوايا، لان الله لان الاب ارسله مخصوص عشان خاطر يقود حياتنا. يقود حياتنا لايه؟ يقود حياتنا للي عمله لنا المسيح. المسيح غسلنا من خطيتنا، المسيح ادانا حياة جديدة، المسيح صعد للسماء عشان يجلسنا عن يمين الآب، هو ده اللي بيتمم الروح القدس دلوقتي فينا. الروح القدس بيشكل فينا كل نعم المسيح، بل بيشكل فينا صورة المسيح بالظبط. بس يا خسارة من يطيع، بس يا خسارة من يعيش روحانيا على حسب الروح. يعني
أما الآن فإني ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني إلى أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي اللي هو الروح القدس، وإن مضيت أرسله إليكم. ومتى جاء الروح القدس ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يبقى الروح القدس اللي فينا ده بيقودنا ازاي بقى؟ يبكت، مش يبكت معناها ان يوبخني وخلاص، لا، يبكتني بطريقة جميلة. اسمعوا الحتة دي مهمة قوي. يبكتني ازاي؟ يعني يخليني احس ان انا غلطت، يخليني احس ان انا خاطي. ده الروح القدس هو اللي جوايا بيعمل كده، يخلي الانسان يحس ازاي كسر وصية المسيح، ازاي اهان اسم المسيح. هو انا مش لازم اكون زي صورة المسيح؟ هو ده التوبيخ بتاع الروح القدس. وما يقفش حتى عند كده، يوبخني ويزورني ان انا غلطت ويقودني للتوبة ويشجعني على التوبة ويديني غفران وحل عن التوبة بتاعتي. يبقى خلي بالكم ان الروح القدس بيشتغل في قلب كل واحد فينا، يبكت يعني يحسسني ان انا غلطت. مش كل انسان في الدنيا بيحس بالغلط، لأن ما فيهوش روح ربنا. أنت فيك روح ربنا تبقى حساس جدا جدا ضد الشر وضد الخطية وضد الرياء وضد الغش وضد السرقة وضد النجاسة، ما بتطقش، لأنك أنت هيكل الله وروح ربنا ساكن فيك، روح ربنا ساكن فيك، فمش هتطيق الغلط، ما تطيقهوش. والروح القدس اللي جواك مش هيسكت، يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. ممكن يبكتني على البر، يعني أنا ما بعملش البر، أو يبكتني المسيح هو البر، المسيح هو البر الكامل. زمان كان في العهد القديم عندهم بر الناموس، لكن يخسروا ولا عمل لهم حاجة الناموس، يقول لك احنا عندنا وصايا كذا وموسى قال لنا كذا وعندنا كذا، وكانوا يفتخروا قوي بالناموس. ده بر ايه؟ ما وصلش. لكن احنا بناخد بر المسيح، البسوا الرب يسوع، تاخد المسيح ببره الكامل. الروح القدس بيعمل كده، الروح القدس بيعمل كده فيك، يقول لك انت المسيح. تقول لي انا ابقى بر؟ ما بر بالمسيح مش بنفسك. تقول لي انا اخد بر المسيح الكامل؟ بر المسيح الكامل اللي خلاه ايه؟ يطلع للسماء ويجلس عن يمين ابي لانه بار. وانت لما تتبرر هتطلع برضه السماء وتجلس عن يمين الاب. ايه المجد ده؟ بس خلي بالك الروح القدس بيعمل كده على طول. وممكن الروح القدس يبكت على دينونة، يقول لك لأن رئيس هذا العالم قد دين. الشيطان ما عادش له عندك ايه نصيب، ايه حجتك؟ يقول لك الشيطان، الروح القدس يبكتك يقول لك كده، رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان قد دين، خلاص المسيح غلب الشيطان، ايه حجتك انت بقى؟ ويبكتك على دينونة لأن رئيس هذا العالم قد دين. فعشان كده أحبائي، يا ريت كل الكنيسة وكل الشعب المسيح ينتبه للروح القدس الذي فيه، ونبتدي نطاوع الروح. طاوع الروح وشوف نفسك هتبقى شكلك إيه.
ما احنا بنسمع عن القديسين وبنسمع عن عظمة القديسين، طب ازاي كانوا عظماء؟ لأنهم انقادوا بالروح، ما كانوش بيطوعوا العالم ولا شهوات الدنيا ولا إله هذا العالم، ولكن بيطوعوا الروح القدس الذي فيهم، عشان كده بقوا إلى هذه الدرجة العظيمة. يا أحبائي، اليوم عيد، عيد فيه نجدد العهد أننا نكون على حسب الروح، وأننا نسير بروح الله منقادين. الذين ينقادون بروح الله هم أبناء الله. يدينا ربنا بركة هذا العيد وقوة الروح القدس تعمل فينا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. للويا 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 بخريستو.